يا صباح الهنا، النهاردة هنعمل موز بالليمون المعصفر، وممكن ناكلها مع رز أبيض. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. هنبتدي نحط زيت في الحلة، وهحط البصل اللي متقطع حلقات هلال، زي هليلة كده، هلال. دايما بحب الموز يبقى البصل بتاعها كتير قوي متقطع بالشكل ده، وشوية ثوم، وهقلبه. بحب البصل الأحمر في الطبيخ عشان أوقات بحس إنه بيدي تيست سنة أحلى من البصل الأصفر، وبيبقى ما بيحرقش العين قوي زي التاني. هحط الموز البتلو وهقلبها. في سر كده هقوله لكم، اوقات بنبقى مستعجلين وعايزين الموز تستوي بسرعه، ممكن نحط معلقه سكر. انا طبعا مش هحط دلوقتي، كان انا بقول اللي مستعجل اللي بيسرع السوى بيبقى السكر، نحط معلقه سكر على الموز. انا دلوقتي بحط ملح وفلفل وحسب الرغبه، وبعدين هقلب. ايه اللي يخلي لي اللون البني الحلو؟ لو انا مش برضو مش عايزه افضل لغايه ما البصل يفضل كراميلايز قوي، بحط شويه، معلقه صغيره صويا صوص، معلقه صغيره قوي صويا صوص، واقلبها. بتدي اللون الحلو قوي، بتدي طعم حلو جدا. وبروح حاطه الشوربه، وممكن احط ميه لان الموز اوريدي هتخر شوربتها، مش فارق. واسيبها لغايه ما تستوي، اغطي عليها واسيبها لغايه ما تقل صوصها وتستوي كويس قوي. اهي كده بالنسبه لي بدات تستوي. هحط الليمون المعصفر، ما بحطوش من الاول عشان ما يمررش، بحطه بعد ما تستوي، ياخد غلوه واحده بس معاها. كده الصوص تخن اما حطينا الليمون المعصفر. هحط سنه ميه عشان حاسه ان الصوص قل، زودت سنه ميه صغيره جدا بس تبقى عشان فيه صوص وانا بغرفه. هبتدي بقى اغرف الموز. الاول بشيل الموز بالمساكه، هرصها في الطبق، بعد كده اروح نازله عليها بالصوص. الموز بقت تندر قوي، هبتدي بقى بالكبشه. الصوص بقى بيبقى حلو قوي، الخلطه بتاعه الموز على الليمون المعصفر زي ما انتم شايفين كده، الريحه رائعه، نفسي تشموا معايا. الصوص رائع طالع، وجهزت كده الموز اللي بالليمون المعصفر، وبالف هنا وشفا.